تستمر ردود الفعل المنددة بتحركات النظام التركي الاستفزازية والتوسعية في الأراضي الليبية، الذي يحاول من خلالها التمدد في الداخل الليبي ودعم المشروع الإخواني هناك عبر دعم قوات حكومة الوفاق. نائب وزير الخارجية اليوناني ميلتاديس فارفيتسيوتيس أعلن أن بلاده في حالة تأهب بسبب خطط تركيا التي وصفها بالتوسع العثماني، وقال إن أردوغان يلعب بالنار وأن ما يقوم به سيزيد من عزلته في المنطقة على حد تعبيره. صحيفة كاثيميريني اليونانية نقلت عن نائب وزير الخارجية قوله إن ردود الفعل على التوسع العثماني الجديد تجري بكثافة وتأتي من الجميع شرقا وغربا، مشيرا إلى أن أردوغان يثير ردود الفعل ليس فقط من اليونان بل من جميع اللاعبين الدوليين. المسؤول اليوناني شدد على أهمية زيارة رئيس وزراء بلاده إلى البيت الأبيض التي تأتي في السابع من كانون الثاني المقبل، مضيفا أن أثينا تعمل على تدويل ما وصفها بمسألة الاستفزازات التركية بهدف الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة. ولدى سؤاله عن خطة إرسال تركيا قوات إلى ليبيا، قال فارفيتسيوتيس إن أردوغان يتصرف بطريقة محفوفة بالمخاطر وأن مثل هذه الطريقة لن تؤدي إلا إلى عزل تركيا. التحركات التركية في ليبيا خطوة تلقت ردودا رافضة وغضبا إقليميا ودوليا، كان أبرزها في مصر واليونان اللتان تسعيان إلى حشد الجهود لوقف هذه التحركات.